اليوم ان شاء الله غد نقدم معكم السمن، السمن البلدي على حقه وطريقه بطريقه مختصره و ومواد كاينين في جميع البيوت. غنخليكم ان شاء الله وندوزوا للمقادير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اش اخباركم؟ كي دايرين مع هذه الاجواء؟ كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله غاد نقدم لكم طريقه كيفاش تصوبوا السمن ان شاء الله. عندنا زبده بلديه وعندنا الملحه وعندنا الزعتر. انا الزعتر طيبته البارح وصفيته وخليته تيبرد، ما خصكمش ديروه سخون باش ما يخسرش لكم الزبده، كتبدا الزبده كتفرتت. وعندنا الماء باش غنغسلوها. انا عندي السمن، انا ما كيخطانيش السمن، كنصوب السمن ها هو انا دايره هنا، ما كنبغيش نديرو في هذيك ديال القلات ديال سميتو كيصوف، ملي كنديرو هنا كيبقى هو هو ها هو. شفتو راه كنت مصوبه شي 3 كيلو، ها هو باقي عرفتي ريحتو كي دايره. ما نقولش لكم لا تبارك الله، السمن في ساعه كيطلع لي في يديا. انا عندي السمن ولكن طلبوني الناس باش ندير طريقتي ديال السمن، انا غنديرها لكم. غناخذوا هاد الزبده بلديه، يقيله شي كيلو ولا ربع هنا، المهم كل واحد اللي بغى يدير ربعه، اللي بغى يدير نص كيلو، كل واحد اللي بغى يدير شي قياس يديرو ماشي مشكل. غنزيد عليها الماء ونغسلها مزيان من اللبن، داك اللبن هو اللي كي بسم الله، داك اللبن هو اللي كيخليها تخلي السمن يصوف ويخسر الا ما كانش مغسول مزيان، الا ما تغسلش وتحيد منه داك خصو تيبقى الماء بيض عليه غير بحال هكا، بحال هكا الكوبير فيه وانتم كت ثم كتدخلوا ليه الماء فاش كي هكا. انا نشرح المبتدئات ان شاء الله، اللي ما عمرها ما دارت السمن غتشوف هذه الطريقه مبسطه وسهله، غير هذا ايتاب باغ ايتاب غادي تصاوبوا بلا ما تشريوه من الزنقه. كتعرفوا راسكم شنو درتو درتو فيه، تبارك الله دابا موجوده الزبده البلديه، هانتوما كتبقاو دلكو هاد الماء هكا اللي بيض، ما عرفتش واش كيبان ليكم. هاد الماء خصو يتحيد ونعاودو نديرو ماء اخر. نعاودو نديرو ليه ماء اخر شي 3 الغسلات ولا 4، المهم غير حتى يولي الماء بيض، ما يبقاش يولي الماء صافي ما فيهش ديك البيوضيه، كنعرفوه بلا صافي راه ما بقاش فيه. تبعوا هاد الشيء مرحله مرحله ان شاء الله غيصدق معاكم السمن. غنعاودو نصفيو هاد الماء، نعاودو نديرو ليه ماء اخر نقي.
الله ديال الماء وتيصفى صافي. هذا راه ما بقاش فيه بزاف، نقدر نزيدو غسله وحده اخرى صافي. صافي نقدر نزيدو غير هاد الغسله حتى شكل الماء بدا كيصفى عليه. انا ما تيخطانيش العام كله، عندي حتى السمن الحايل عندي الدواء حتى هو عندي. المهم انا ما كيجي سالي واحد حتى كندير واحد، ولكن هذا راه درت كميه كثيره باش بقى لي هكاك، باش بقى باش صبر لي شويه. شي 3 كيلو كنت صوبت، كان الزبده كان الربيع الزبده موجوده. ملي بغى يدير نص كيلو، اللي بغى يجرب رابعه، اللي بغى كل واحد وعلى على داكشي اللي بغى المستطاع ديالو. المهم غير جربوا بعدا، واخا تجربوا غير نص كيلو ولا رابعه وغتشوفوا غير صدق لكم ان شاء الله. نتوما الماء راه صفى، الماء بيض، شفتوا اش كيبان لكم؟ الماء ما بقاش فيه الحليب صافي، دونك ما بقاش الزبده ما بقاش فيها اللبن. دابا في هذه المرحله شنو نديرو؟ انا كندير طريقتي، ما كندير شي طريقه اخرى، غادي نعاودوه بالزعتر والملحه. نديرو قياس تاع الملحه بحال هكا، حيت باقي غنعاودوه. ندير الزعتر وعاوتاني نعاود نخدموه كي كنا كنخدموه في الاول بحال هكا. ندخلو فيه ديك الملحه وداك الزعتر، انا الزعتر مطيبه غير بوحدو ما دايرهش فيه الملحه، كنديرش فيه الملحه. انا قلت لكم في الاول غنوريكم طريقتي اللي كندير انا باش كيصدق لي السمن، وسهل ما فيهش شي تعب. انا باقا هي صغيره، انا باقا تندلك فيه فداك الماء الزعتر والملحه حتى كي كتذوب ديك الملحه في الزبده. انا باقي ما ولاش السمن، باقي غير زبده هكا. نتوما كتدخلوا فيه ديك داك الزعتر دابا. غنحيدو هاد الزعتر، تا هو صفيو. دابا ملي صفينا منو هداك الما ديال الزعتر، غاد نعاودو نزيدوه مليحة. المهم قياس الملح اللي غادي يقدر ما يخسرش. نزيدو الملح، ندخلوها فيه مزيان، نزيدوه دابا الزعتر، هادشي اللي بقى الزعتر، بكاس تاع الزعتر كافي لهاد الكميه. في دابا ملي غادي نعاودو نزيدو هاد الزعتر غنخليوه فيه صافي. هذه هي المرحله الاخيره
ديري لي القياس ديال الملحه. هاد الزعتر غنحطو هنا ان شاء الله. انا غنديرو هنا نهزو ونخليه هنا. اش كيبان لكم؟ انا درتو في هاد الاناء وغنزيد عليه هاد الزعتر وغنخليه ان شاء الله حتى الغدا. غنخليه يبات فيه هاد الزعتر والملحه بحال هكا على هاد الشكل. اش كيبان لكم؟ صافي انا عاود ترجعت معكم. انا خليت السمن ديالي هانتوما كي كتشوفوا باقي مغطي بالسلوفان بفيلم اليمونتير. انا خليته بات الليله كلها في الزعتر. البارح درنا ليه القياس تاع الملحه القياس تاع كلشي. دابا ان شاء الله غنحيدوه من هذا الزعتر ونديروه في قرعه راه مغسوله مزيان ومسحتها. اللي كان مزروب بالسمن وكان عنده شويه تاع السمن شويه فايت مصاوبو يقدر يهز منه معلقه ولا جوج ويخلطو مع ديك الزبده باش في الساعه يطلع ليه السمن. هذه معلومه نضيفها لكم. اللي كان اللي مزروب على داك السمن اللي ما كانش يخليه تا يطلع على خاطره. وناكد لكم على معلومه اخرى انه السمن ما عمره ما تحطوه في الثلاجه. الا بغيتوا السمن يطلع لكم وتوليو تستعملوه من سيمانتو 10 ايام دوز 10 ايام ولا هذا صافي غادي تلقاوه ان شاء الله. لا تبعتوا هذه الطريقه تلقاوه ولا سمن دائما خليوه في البلاكار. حطوه في البلاكار ما غيوقع ليه حتى حاجه. الا دخلتوه في الثلاجه ما تيعطيش ما تيخصو هو شي بلاصه تكون ناشفه ماشي ثلاجه. ودابا غنبداو ان شاء الله نصفي هذا نحيد منه هذا الزعتر. نبداو تنهزو فيه بحال هكا. دابا مخلط خلطناه البارح مزيان خي بقى فيه شويه الزعتر ماشي مشكل. هذا غنصفيوه ما غاديش غنخليوش. انا صدقوني دابا طالعه منو ريحه السمن حيت شريت الزبده وخليتها هذه شي سيمانه. دونك دابا بدا طالعه منو الريحه. انا هذه الطريقه اللي تدير مي كانت كدير مي الله يرحمها تبعت عليها صافي وليت دائما حتى انا كنديرو بحال هكا. صافي دابا غنبداو نهزو هكا. غير حاجه اخرى عاود ما تخليوش الفراغات في القرعه ديال السمن ما تخليوش السمن يجي هابط على السمن. انا غنوريكم بحالاش باش ما علاش كنقول لكم هكا باش الا بقاو ما الا بقاو فراغات كيدخل ليه البرد وتيصوف. بسم الله ديروها شويه بشويه حتى نخلو هاد الغبنة. الا تبعتوا هاد المراحل من الاول ملي بدينا كنصوبوا راه غيصدق لكم 100% ان شاء الله بحول الله يجيكم بحال هذا. ملي كتصوبوا في الدار راه كتعرفوا شنو كتاكلوا حسن ما تشريوه من الزنقه. نور
نوريكم كيفاش غندير هاد القرعه باش ما تبقاش هكاك غير غسليتيه ونرجع لكم ان شاء الله. انا عاودت رجعت معكم، انا في واحد النيدل بحال هكا منديل وغنضرب القرعه بحال هكا، نضرب القرعه هذا باش يبان لكم باش السمن كله كي شتي ملي كديروا ليه بحال هكا شتو السمن ما كيبقاش الفراغات بيناتهم ملي كديروا ليه بحال هكا. دابا صافي ها هو السمن ديالنا، غنسدوه بهاد القفاله محكمه الاغلاق باش ما صافي ها هو دي حنت فازقه، ها هو السمن ديالنا المهم. نتمنى الله يجيكم تانتوما بحال هكا وجربوا هاد الطريقه، جربوها غتعجبكم سهله. المهم انا سهلت عليكم بزاف تاع الماموريات، ما تصفيوش، ما كنصفيش، كنخلي هكا، ماشي ضروري الملحه الحيه، الملحه العاديه، الملحه العاديه راه تيطلع بها تبارك الله فحال فحال. وباش كنأكد لكم يبقى غير في البلاكار باش في ساعه يطلع لكم السمن، الا درتوه في الثلاجه كيتحبس ما كيعاودش يملح. ها السمن ديالنا كنتمنى تجربوا هذه الطريقه، بالاخص هذه الطريقه غتعجبكم وغتشوفوا السمن ان شاء الله كيفاش غيصدق لكم. وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم الى امل اللقاء بكم في حلقه قادمه ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.